مشاهدينا الكرام، للتعليق على الموضوع ينضم الينا عبر الهاتف من بغداد مدير المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب السيد عمر الفرحان. اهلا بكم سيد عمر. بدايه، وثقتم في المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب اعداد الضحايا من المتظاهرين، كيف كانت الاعداد وكيف كانت اغلب اصاباتهم؟ تحيه لك وللمشاهدين الكرام. بالطبع ان هذه الاعداد هي اعداد متصاعدة ومتزايدة في الأيام التي خلت من أول تشرين الأول العام الماضي وإلى اليوم، وهذه هي مسلسل الاغتيالات والإعدامات الجماعية وغيرها من الانتهاكات الجسيمة التي تعرض لها المدنيون بشكل مباشر. تأتي هذه الأعداد في 10 محافظات رئيسية، هي بغداد والديوانية والنجف وميسان وواسط والإيقار وبابل والبصرة وكربلاء والمثنى. هذه هي 10 محافظات، ويعني بقية المحافظات الأخرى التي شهدت معظم الاعتقالات بلغ المجموع النهائي لعدد الجرحى هو 24488، وعدد القتلى 669، وعدد المعتقلين 2806 معتقل. هذه هي الأعداد، هي كبيرة بحجم التظاهرات التي خرجت وغير متناسبة مع يعني موضوع الثورات وموضوع يعني الجميع خرج سلميين وخرجوا سلميون. على ماذا تدل هذه الأعداد من المصابين وتنوع إصاباتهم وكذلك أعداد الذين تم استشهادهم في هذه المظاهرات وكذلك أعداد المخطوفين أو المعتقلين، ما الذي تمثله هذه الأعداد؟ هذه هي عملية إبادة جماعية، هي عملية انتقام واسع النطاق، هي عملية يعني اجتثاث بالكامل لهذه الفئات المتفقة. أعداد يعني ترتقي إلى مستوى جرائم كبيرة وجسيمة، يعني إذا ما كانت هناك يعني تصنيف آخر لها فإنها هي جرائم حرب، لأنها اعتمدت الكثير من المغالطات واعتمدت الكثير من الانتهاكات مثل القتل العمد، الانتهاك بصورة مباشرة لأرواح المدنيين وغيرها من المحاذير الدولية في القانون الدولي التي نبه إليها القانون الدولي للإنسان والقانون الدولي لحقوق الإنسان. نعم. بعدم المساس في هذه المبادئ وبعدم المساس في هذه الاتفاقيات الدولية، وإذا ما تجرأت حكومة ما فإنها تعد من قبل الانتهاكات الجسيمة وتعد جرائم حرب. بالطبع هذه التصنيفات القانونية تختلف من طبيعة بلد إلى آخر، وضع هذه الثورات من مكان إلى آخر، ولكن في مجمل القول أن هذه هي انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، يجب أن يعاقب عليها كل من ارتكب أو أمر بارتكاب هذا الفعل، أو كل شخص له علم بهذه الانتهاكات الجسيمة. هنا حضرتك جئت إلى نقطة في غاية الأهمية، ألا وهي من على علم بهذه الانتهاكات. أياد علاوي قال بأنه أوصل لعبد المهدي أن هناك أوامر تصدر من مكتبه مباشرة بعمليات تصفية واغتيال الناشطين في التظاهرات والمتظاهرين بشكل عام. إذا كان هرم السلطة في العراق هو مسؤول عن عمليات انتهاكات جسيمة وكما وصفتها هي عبادة جماعية، في نظر القانون الدولي والإنساني كيف يمكن أن يتم التعامل مع حكومة عبد المهدي في هذا الشكل الذي نراه الآن؟ بهذا الشكل وبهذه الصيغة القانونية وبهذه الطبيعة المأساوية التي تجرأت الحكومة والحكومات التي سبقتها بهذا الإجرام وبهذا القتل والتنكيل وعدم مراعاة القوانين والاتفاقيات الدولية، فإن عبد المهدي والمالكي والعبادي والجعفري وغيرهم وكل شخص استلم السلطة في هذه الفترات الرئاسية لرئاسة مجلس الوزراء وانتهكت الانتهاكات الجسيمة بوقتهم، فإنهم هم المسؤولون أولا وآخرا، وكل من يندرج تحت حكومتهم سواء كان يعني قائد عسكري أو قائد مدني أو برلمانيين أو غيرهم،
بأنهم جميعا هم شركاء في هذا الفعل، وهم من أقروا، وهم من شرعوا، وهم من قننوا هذه الانتهاكات، وهم على علم ودراية بها. وبالتالي فإن الجميع، جميع الحكومة مثل موظف سواء كان في مؤسسة مدنية أو عسكرية، لا لهم يعني الإمكانية في وقف هذه الانتهاكات وعليها التنبيه. وإن كان هناك يعني قال يقول أن هذا يعني من طرائف أو من يعني القول الغير معقول بأنه أي موظف يوقف هذه الانتهاكات، لا، إن يعني موظفو الصحة، موظفو الدوائر المدنية وغيرها إذا أضربوا وامتنعوا عن أداء فعلهم فإن هذا يعد بحد ذاته أنهم قد استنكروا هذا الفعل، وأنهم قد يعني تبرؤوا من هذه. وضحت الفكرة سيد عمر الفرحان مدير المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب، كنت معنا عبر الهاتف من بغداد، شكرا لك.